ايه مش عارف تنزل؟ انا فرحان ان انت مش عارف تنزل اصلا. ليه؟ عشان الشكارة جابت نتيجة. نيو نيو نيو، خليك احسن. ايوه كده كده انا مبسوط بقى، كده انا نجحت. مش عارف تنزل صح؟ ايه وريني يلا الشطاره النطه الجامده يلا. ها ها يلا وريني النطه يلا. انا نجحت كده خلاص، انا كده فرحان. تعال افتح لك الباب يلا. تعال تعال يا سمس، تعال تعال. مجرم مجرم والله، مخه ذكي جدا. شوفوا جه ازاي، عرف ان انا فتحت له الباب. يلا كل كل يا سمس، كل تبتدي له مكافأة على ذكائه. عينيه وجعاه جامد يا ماما، يعني ايه وجع عينه؟ مش عارفه مين اللي قتله عينه. هتخف، هو قوي. بطل قادر، بطل قادر؟ خليني اشوفها بقى. سابت سابت البيض عشان تاكل. ماشي خلاص، هي جعان، هي جعان. طب كويس، هي عرفت مكان. طلع برضه الفرن طلع، مش مشكلة بقى. انا عايزك تحط لي اكل دول بس، عشان عاملين لي حاله ارق مش عارفه ليه. الولا بندا اللي خايف من الفراخ. ممكن يتغدى. اي بطايه كمان هي هتاكلك اكل. اجري يا سمسمه استخبي، اجري. خايفين من زور؟ شوف بيبصوا له ازاي؟ الاثنين واقفين يبصوا له ازاي؟ زوره يضرب. بيهددهم اهوت وهم واقفين له ازاي؟ شوف بيبصوا عليه. سمسمة جبان. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا عايزة بس أفرحكم زي ما أنا فرحانة كده بالباشا الفروت دي. ما شاء الله. شو امتدت، وصلت لحد فين؟ وفي فرع كمان بدا يمتد يروح ورا، يعني انا ممكن استغل الفرع ده في انه يوصل للناحيه الثانيه كمان للمدخل، وانا عايزه اعمل كده بصراحه. عايزه الجزء ده كده يتغطى باللون الاخضر، وهو بدا فعلا يوصل لثلث المكان اهو. محلك شغاله وترتبط في كل حته تشوفها ما شاء الله. يا رب بس فرعين ثلاثه كده جداد يطلعوا كده ويفرعوا من المكان ده. يلا بينا بقى نوكل الطيور ما شاء الله. صدقني الخزانة دي طلعت حلوة. جميل. ده لدرجة إن أنا يعني بفكر كمان يعني إيه أكبرها عن كده ولا كده حلو؟ لا كده. وإحنا بنوكل الطيور كده يا ريت ما ننساش حبايبنا مشاهدين القناة، ندعو لهم بالصحة والعافية. وربنا يشفي كل مريض. نزلت الشارع وفرحان بتهز بدلك ومبسوط. امبارح كان حزين وبيعيط. امبارح كان حزين ونايم في الارض. انا قلت بيموت، قلت بيموت. اكسوه بصلي كده. لا وشك حلو النهارده. انا النهارده مبسوط. يلا نكمله. كان عنده اكتئاب امبارح. يلا هتسيب الثلاث بيضات دولت؟ ايوه لحد ما يكملوا البيض بتاعهم، لو واحده رقدت يبقى بسم الله ما شاء الله، يبقى يا خير. رب واحده تبقى. يلا بس
بسم الله. انتوا جعانين. عايزين المايه تتغير كمان. اه. هنغيروا المايه للكل. كبروا شويه. كبروا شويه ده كبروا خالص. كبروا حلوين. فيهم شكلهم فيهم ديكوره كمان. اه. ريش يعني الطول. اللي قدامك ده بسم الله ما شاء الله. ريش الطول بدا يطلع. حجمه كمان ضخم. مين اللي بيعيط ده؟ ده نمنا بتقول لك عيالي عاوزين يخشوا وعيالي هناك اهو. اه بصي تعال تعال. واحدة عفريتة فوق اهي شايفاها؟ اها والتاني عفريت برضه اهوت، يعني عيالك عفريت اصلا. عيالك عفريت، شوف اتفرج. اه تعال. على يا عفريت انتوا مدوخين امكم وكل شوية تيجي تشتكيلي. كل شوية تيجي تشتكيلي منها. هاتيهم لي والحقهم. تعالي انت كمان. تعالي يلا تعالي. يلا تعالي يا توت. عفريت هتنزل لوحدها، هتنزل لك من هنا. اطلع بره من مالك انت بيه. انت بقيت تنح اليومين دول يا ريكس ما تسمعش الكلام. الله. شوف واقف ازاي. تعالوا تعالوا. شوف يزقني. تعال انا. روح روح. تعال. تعال اسمع الكلام وخليك شاطر. يلا رومي اللي واقف لك ده يلا. بنتك عفريتة هناك اهي. هناك. كمان شوية ليهم. بتعيط وتشتكي لهم وتقول لي هاتيه. دي انا ما اعرفش اجيبها، انت تعرف تجيبيه. هات لهم كمان شوية ولا كده كفاية؟ لا كمان شوية كمان شوية. خلي البط ده يلا بسرعة. لا نقلوا السمان التاني نحطوه في الخزانه اللي تحت دي. انا قلت لك في حته من السلك مقطوعه. مقطوعه نشوفها كده. ده في بدل سمانه واقعه، بيضينها واقعه تحت اهي. طبقتين يلا انت كده تحت. كويس اني فتحت دي. في قطع هناك اهوت انا هصلحه الاول. دي ما حطش السمانه. ونضفها وطهرها كده. هاتيلي شوية علف للزقاز. ماشي. احط في العلافة التانية؟ ايوه كمان شوية كمان. انت بتعمل ايه يا ريكس؟ تمام بس كده. بتذكر الاول زورو مانع البط البكين انه يدوق الاكل. واقف لهم اي بطه بكين تهوب ناحيه الاكل يضربها. ما هو البط البكين ده خلاص احنا هنشيله. شوف زورو واقف ازاي؟ البط البكير واقف خايف من زورو مش قادر يهوب ناحيه الاكل خالص نهائي. انت زعلان ليه يا حبيبي؟ عصب ليك ليه؟ معصبينك؟ الورا بقى اللي دور عشان يخاف. مانحهم ياكل، مانحهم ياكل، مش قادرين ياكلوا. عشان عيالها على السطح بتضرب ريكس. مش بتشخط فيه ازاي؟ يلا يا ريكس تعال. تعال يا ريكس هو خايف يطلع منها طبعا. تعال تعال يلا ماشي هتايا يلا.
فاهم كلامها وتقول له لو طلعت تعالى يلا تعالى خايف ده خايف خالص والله خايف منها شوف واقفه له ازاي زي الاسد تعالى عشان عيالها موجودين ممنوع يعدي من فرح عيالها اي مكان في عيالها ما بتخليش ريكس يهوب ناحيته شوف خايف منها ازاي يا جبان شوف باندا بيعمل ازاي يا جبان ريكس بيعمل زي امه ما تخافش ما تخافش ما تخافش مش هتعمل لك حاجه شفت شو هتضربه والله طب حطه في الارض كده شوف هتعمل فيه ايه شفت بقى شفت بتضربه يا عيني وهو خايف شوف بصت عينيه خايفه ازاي امشي امشي يا مجرمه امشي 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 عيالك مشوا يا مجرمه والله ممكن يعضك عضه يموتك بس هو اللي طيب لا النقطه دي مجرمه قوي لا ما عشان عيالها هي طيبه بس هو عشان عيالها طب وداها عند عيالها كده بطل اجراء بس طلعوا بقى الغلبان ده تعالى خلاص مشيت انا مشيتها خلاص مشيت يلا مشت خلاص مشت يا عم اهي مشت يلا خايف يطلع مشت والله مشت والله مشت خايف مشت منها يا عيني لا وبندا نافش له روشه وقال يعني تعالى تتفرج بقى شوف بقى اللي نافش ريشه ده كمان وعامل فيها راجل هو كمان يا سلام بيتعارك زي امه وانت جبانه مستخبيه مش هتشتركي في المعركه يا عيني يا ركوسة يا جبانة انت خايف من القطة يا هبل امال عامل لي فيها سبع على الكلاب اللي في الشارع يعني وخايف من القطة يا عبيط يا هبل خليها كده مخوفاك لا ابعدها عنه بقى عشان هي لا هنصالحهم على بعض هنصالحهم يعني لا لا ما بتصالحش دي عشان عيالها على السطح لسه لا يلا صالحيه يلا صالحيه يلا خايف منها ازاي يا بابا؟ لا خلاص صالحيه يلا بس يا عيني يا عيني ده ماشي وساب لها المكان خالص اجري يا ريكس اجري اجري لا تضربها انزل اجري تحت هينزل الدور التحتاني شو بتجري ورا ازاي؟ بقول لك ايه فرصه بقى هم الثلاثه هنا همت اقفل الباب يلا بسرعه اقفل عليهم بقى خلاص فرصة كله عدى وبعد ما وكلنا وشربنا الطيور هننزل انا وابو عبد الرحمن دلوقتي نشتري الارانب معانا صباح الخير دلوقتي احنا النهارده السوق وهنروح نجيب الارانب معاكم لان احنا اتصلنا بكذا واحد عندهم ارانب وبيربوا ارانب يعني عندهم مزارع لكن الاسعار اللي هم قالوها بصراحه تعتبر خرافيه فاحنا النهارده ان شاء الله هنروح نشوف الاسعار في السوق ايه ونقول له يلا بينا هنا السوق كان معظم اللي موجود بط ووز لكن ما لقيناش الارانب اللي احنا عاوزينها طبعا احنا لفينا السوق كله ما لقيناش عند الفلاحين خالص هو الظاهر ان هم الفتره ديت ما بيبقاش فيه ارانب السوق كله بط ووز وحمام وبس برضو رحنا المحلات ما لقيناش غير عدد بسيط خالص والسعر رحنا المحلات لقينا الاسعار الكيلو ب 110 بس النوعيه يعني مش جيده بنسبه 100% يعني اهم حاجه ان هو ما فيهش جرب وما فيهش مرض احنا هنروح دلوقتي يعني هنمسك العصايه من النص هنروح نجيب ذكر وانتايه بس من المحل ونجرب وهنروح برده معاكم مكان تاني نشتري منه بقيه الارانب ويلا بينا دي ايه؟ نتاية طب هاتها الوانها حلو طب شوف حاجة فيها رصاصي بقى انت جبت البني شوف الرصاصي عشان يجيبوا لنا الوان مختلفة هم اخوات ما انا عارفة انهم اخوات شوف اللي قدامك دي ايه؟ ده لونه حلو برضه
افحصهم بقى كويس كده ورجلهم ودانهم. ودانهم نظيفة نضاف. عايزين برضو جرب برضو. عايزين حقنة برضو. حقنة برضو. ولا ده اللي لقيناه بقى. ده اللي موجود. هما فيهم اللون الرصاصي والبني والاسود والابيض. هيجيبوا الوان يعني. مين الذكر؟ ده ذكر وده ذكر. ده ذكر وده ذكر؟ اه. ناخده ده واحد ده وناخده ده وده؟ اه خد الرصاصي والبني. ما يبقوش الاثنين بني عشان يجيبوا الوان مختلفة. ده لون عينيه حلو. اوزن الاثنين دولت ونروحوا برضو نجيبوا ذكر وانتايا تانيين كبار بقى. اه ويجي صاحب المحل وناخدهم على طول. ايوه بسم الله ما شاء الله. بنجيبوا اتنين كبار واتنين صغيرين. ايه الكبار يمشوا حالنا لحد دول ما يخلفوا. والله الاسعار غاليه جدا وشراء الارانب صعب. احنا لما كنا بنبيع الارانب عندنا في البيت كنا بنبيعها بسهوله وببساطه جدا. لا والنوعيه بتاعتنا كانت مميزه. بس ده شبه مميزة. ده شبه بوفدله. ده اللي خلانا فرحان بيه. انا فرحانه بيهم لان انا حاسه ان فيهم من دم اللي عندنا برضه. اللي كانوا عندنا. فباذن الله نرجع بقى نظبطهم ونديهم التغذيه السليمه. ربنا يبارك فيهم. بس ب 110 كيلو. ايوه الفراخ. الفراخ الفراخ ما اعرفش والله الفراخ. لا الفراخ يا حاج مش انا صاحب المحل يا حاج. ده صاحب محل زمان كده. بكام؟ 363. سعر جميل جدا. لا حلوين. سنة سيمو. يا سمسم تعال شوف الارانب. تعال تعال قول لنا رايك في الارانب. يا ابو عين وجعاك انت. يلا بينا ايه نظبطوهم. طلعهم. طبعا دول مش هنزلهم تحت في العنبر الجديد. لا دول هيطلعوا فوق فتره نقاهه والعنبر الجديد مش هينزلوا فيه خالص نهائيا. واي ارانب تيجي جديده هنعمل عمليه عزل. وباذن الله كل الاخطاء اللي حصلت في القطيع اللي فات هنتجنبوها في القطيع ده باذن الله. هيبقى قطيع جديد في مكان منعزل تماما عن باقي الانواع. يلا بينا. نمت. هديك كده بقى صالح. يلا بينا. ركس فين؟ ركس في الشارع. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. خدوا غير. هجيب لهم بقى بريمه نظيفه خالص. مستغربين المكان مخضوضين. لا بس هم حلوين ما شاء الله. ربنا يبارك فيهم. بس نستكشف المكان الاول ونعرف مكانه. بسم الله. بس في اللجين كده الاول بدأ استكشفهم. طب مستغرب المكان الجديد اللي محطوط فيه ده. بسم الله. دي حقنة ايه؟ ابو ماك. ابو ماك مستغرب. ابو ماك؟ ابو ماك ده مضاد للطفيليات. عشان الجرب لو في جرب ولا في حاجة احنا مش شايفينها. كل انواع الطفيليات. هياخدوا نص سم تحت الجلد. بالطريقة اللي هوريها لكم دلوقتي. تقيل. تقيل زي الزيت. اول وجبه هياكلوها هتكون من الخضار بتاعنا العصر ان شاء الله. خلاص كده. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله.
عايزين نجيب لهم علف بقى. عايزين علف، بس قبل العلف بقى تعال نجيب لهم براوه سكريه من الجميله بتاعتنا على الصبح. تعال حش لهم شويه. يلا بينا. ما ننساش بقى الزقزق، لان لو ادينا الارانب ما اديناش الزقزق هيعدوا ياكلوا منهم. هيتصرفوا يعني. يلا بينا حبيبتي. طلع مين؟ فراولة. يلا حبيبتي فراولة. بيصرفوا. هم بيصرفوا. بسم الله ما شاء الله. طبعا احنا اشترينا البذرة بتاعت القطيع الجديد ان شاء الله، ربنا يبارك فيهم. ومش عارفين طبعا اولادهم هيبقوا، احنا مختارين الالوان بحيث يبقى فيهم الاسود والابيض والبني، وان شاء الله هيبقى اولادهم هيبقى فيهم كل الالوان باذن الله. انتظرونا الفيديوهات القادمه، ونتمنى ان كل المشاهدين يبداوا في تربيه الارانب. اللي كانوا بيسالونا نبدا الارانب امتى، احنا خلاص احنا اشترينا اهوت، وابداوا معانا بقى عشان نعرف الخطوات يوم بيوم هناكل ايه ونحصن ازاي. وفي نهاية الفيديو نتمنى ان احنا نكون اسعدناكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعمل واحدة ثانية.